مشاهدينا برحب بحضراتكم مره تانية، لسه مكملين كلامنا في تايم لايف. خلينا نروح للقرعه، وبيترقب النادي الاسماعيلي اليوم السبت قرعه البطوله العربيه اللي طبعا بيحضرها المهندس تامر موسى ممثلا عن الدراويش. كشف طلال الشيخ نائب رئيس الاتحاد العربي لكره القدم ان اختيار النادي الاسماعيلي للمشاركه في البطوله العربيه للعام الثاني على التوالي نظرا طبعا لقيمته الكبرى وحجم جماهيره العريضه في كل الوطن العربي. قرر الاتحاد العربي لكرة القدم وضع نادي الشباب واتحاد جدة السعوديين بجانب نادي الإسماعيلي في التصنيف الأول بقرعة دور الـ 32 لمنافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال المحدد ليها خلاص اليوم في العاصمة المغربية الرباط. بتضم قائمة الأندية المشاركة في البطولة العربية كل من النجم الساحلي والترجي من تونس والشباب والاتحاد من السعودية وشباب الأردن وطبعا من الأردن شباب قسطنطينة ومولودية الجزائر من الجزائر والاتحاد السكندري والإسماعيلي من مصر والوصل والجزيرة من الإمارات والهلال والمريخ من السودان والجيش من سوريا والمحرك من البحرين والشرطة والقوى الجوية من العراق وهلال القدس من فلسطين وظفار والنصر من عمان والعربي والسلمية والكويت من الكويت والنجمة والعهد من لبنان وأهلي بنغازي من ليبيا ونوازيبو من موريتانيا والوداد وأولمبيك أسفي والرجاء من المغرب بالإضافة كمان إلى المتأهل إلى دور الـ 32 من التصفيات ألف وتصفيات بيه وكان النجم الساحلي التونسي توج بطلا للنسخة الماضية اللي أقيمت تحت مسمى كأس زايد للأندية الأبطال بعد فوزه على الهلال بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت بمدينة العين الإماراتية. وبتنطلق منافسات النسخة الجديدة من البطولة العربية أواخر شهر أغسطس المقبل.